من الكويت إلى العراق، حيث نجا رئيس الوزراء مصطفى الكاظم من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء في بغداد. محاولة الاغتيال المتهم فيها فصيل كتائب حزب الله في العراق جاءت بعد أسابيع من الانتخابات البرلمانية، والتي فاز بصدارتها رجل الدين المعارض لإيران مقتدى الصدر، وتراجعت أحزاب وقيادات مؤيدة لإيران وخسرت مقاعد عدة في البرلمان. إذن موضوعان شغلا العالم العربي والغربي، الأول خلية حزب الله في الكويت، والثاني محاولة حزب الله العراقي اغتيال الكاظمي. وللحديث أكثر عن هذين الموضوعين ينضم إلينا مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى فحص. أستاذ مصطفى، أهلا بك. أهلا، مرحبا. برأيك ما هي أهداف محاولة اغتيال الكاظمي المتهم فيها كما قيل فصيل من كتائب حزب الله في العراق وفي هذه المرحلة بالذات؟ بداية، حتى الآن لم يصدر عن أي جهة أمنية عراقية يعني تحديد أوجه الاتهام بمحاولة الاغتيال. بالسياسة هناك اتهام سياسي للطرف الخاسر في الانتخابات الذي يحاول تحميل القاضمي وحكومته والهيئة العليا للانتخابات مسؤولية هزيمته، بمعنى أنه لا يريد الاعتراف بهزيمته، وهو يتهم الطرف الحكومي المناط بعملية الانتخابية بأنه زور. ولكن الأزمة هي ليست كشخص القاضمي وليست العملية الانتخابية، إن هذه القضية هي ليست سبب مباشر سببا، إنما هي نتيجة لسوء علاقة هذه القوى مع الدولة وعدم قدرتها على استيعاب معنى الدولة ومعنى الحيز الجغرافي الذي يمثله العراق. لذلك كان لابد من المواجهة مع من يمثل هذه الامتيازات العراقية، وهي الحكومة، وهذه الحكومة التي برزت في عهد مصطفى الكاظمي. لذلك بالنسبة لخصومه أو لأعدائه، استهدافه تأخر حتى الآن، وهو بالنسبة إليهم كان يجب أن يكون مبكرا، لأن ما يفعله مصطفى الكاظمي لا يناسب كل الدعاة المجموعات ما دون الدولة. ولكن هذه يعني المرجعية، ما هي مرجعية هؤلاء الأطراف الذين خسروا الانتخابات؟ الذين خسروا الانتخابات هم معروفون، الطرف الولائي في الحشد الشعبي الذي خسر أكثر من ثلثي مقاعده، وهذا لا يعني فقط خسارة مقاعد قدر ما هي خسارة استفتاء شعبي عراقي في الوسط الشيعي حول هذه الأطراف وما هي قدرتها التحشيد الاجتماعي. ما يعني أنها خسرت شعبيا في الوسط الشيعي لصالح طرفين، لصالح تشرين ولصالح مقتدى الصدر الذي لا نقول أنه معادي لإيران بقدر ما لديه نوعا ما من الاستقلالية الروحية والعقائدية والاجتماعية في العراق. هل من سيناريو قد يحصل في لبنان كما جرى في العراق في حال حصول الانتخابات عنا كمان؟ لا، مستحيل جدا، السبب أن هناك في العراق أغلبية وطنية تتجاوز 65% هم من الشيعة. حيويتهم الداخلية تختلف عن الحيوية الشيعية الداخلية في لبنان، كما أن قانون الانتخاب في العراق ما بعد انتفاضة تشرين فرض نوعا من التوازن ما بين اللي صالح حتى المرشحين المستقلين والناخبين الغير حزبيين. فسمح بهذا هذا التحول. إذا استطاع اللبنانيون تغيير قانون الانتخاب، أعتقد أن ستكون هناك مفاجأة بمستوى المفاجأة العراقية. إذن ليس لديك خشية فيما يسمى، إذا بدنا نقول، تعميم فوضى أمنية ما بالعراق، لبنان، بغير من الدول؟ لا، بالعراق، دخل العراق مرحلة صعبة جدا، اللي هي يعني الاغتيال، محاولة الاغتيال في السياسة تنفع لها إيجابية معينة، أنها كشفت الأزمة، لأن كان هناك خشية في العراق من الذهاب إلى حرب أهلية شيعية بسبب نتائج الانتخابات. عندما تم التحريض على مصطفى الكاظمي وعلى الحكومة والاعتصام ومحاولة استهدافه ومن ثم الاغتيال، الآن الاغتيال أعاد الفرد
بين العراقيين وخصوصا الشيعة. لذلك لا يعد أحد يستسهل فكرة الحرب لأنها ستكون مكلفة أمامه، ولكن الفوضى، العنف المدمر كما في المدبر كما في لبنان كما في العراق ستفتح أبوابه. نعم. بالنسبة لاعتقال خلية لحزب الله في الكويت، برأيك هل من انعكاسات على لبنان في هذا الإطار في ظل التوتر في ظل التوتر القائم حاليا مع دول الخليج؟ يعني أنا اليوم كنت طول النهار عم تابع عراق عراق عراق، هلا تفاجأت أنت عم بتقلي الخبر، بس لكن ما عم يكون الخبر، إذا كان الخبر اليوم يعني وخلية لحزب الله في الكويت فنحن معناه مقبلون على تصعيد أكثر من اقتصادي واجتماعي، لأن إذا كانت خلية أمنية فهناك ردود ستكون قاسية، وخصوصا من دولة مثل الكويت التي كانت تعرف بأنها دولة متوسطية معتدلة، دائما كانت تفتح قنوات للتواصل مع اللبنانيين وخصوصا حزب الله أو الثنائية الشيعية، ولكن هذه يعيد الكلام إلى خلية العبدلي، إلى أزمة العلاقة ما بين الكويت وهذه والمجموعات الأمنية التي قد كانت تستخدم الكويت من أجل كمنصة لتعكير يعني لزعزعة استقرار الخليج. الموقف مع الكويت حساس جدا وهو خسارة دبلوماسية كبيرة لأي فرصة من مستقبلية وليست الآن على المدى البعيد من أجل تحسين العلاقة مع لبنان. الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ مصطفى فحص، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.